We continue with the story of the selectors, multiplexers. دكتور خالي حوطي حاضر بس الميكاز دي مشكلة في المايك. Okay. So we continue with the story of multiplexers. دكتور Yes. So we continue with the story of multiplexers. Okay, recall this circuit. It is actually a multiplexer. اللي هي بالبفرز هذم اللي هم tri-state buffers. It actually implements a multiplexer, هذا select line, وعندك خيار N0, input 0, input 1. This is a 2 by 1 multiplexer. 2 خيارين 2 by 1. 2 by 1 multiplexer. You can also implement a 4 by 1 multiplexer. هذا diagram for 4 by 1 multiplexer. شوف عندك أربع خيارات I0, I2, I1, I2, I3. And two select lines. هذه الimplementation بالAND gates العادية. وهذه الimplementation بالAND gates العادية اللي هي implements this equation. So the output y يساوي i0. So هذا من term الأولاني من term 0 باستخدام s1 as 0. هذا من term 1. هذا من term 2. وهذا من term 3. يعني من term 0 يعني s1 bar S2, S0 عفوا بار هذا مضروب في I0 and I0 شوف في and بينهم M0 and I0 plus المن ترم الثاني اللي هو من ترم 1 and I1 plus من ترم 2 and I3 2 plus من ترم 3 and I So هذه الـ general equation حق multiplexer هذه هي دائما المن ترم هذه من ترم 0 من ترم 0 في I0 من ترم 1 في I1 من ترم 2 في I2 وهكذا وقلنا احنا تعلمنا ايضا if we can build this multiplexer so هذا المultiplexer اللي هو 4 by 1 سو عنده أربع خيارات إن سو هذا التنفيذ حقه استخدام الـ AND gates or gates بس قلنا أيضا ممكن إن we can build it using two small multiplexers يعني إذا ما لقينا multiplexer هذا الكبير we can use two small multiplexers we can use two by one multiplexer another two by one multiplexer فالمالتيبلكسر الأولاني مالتيبلكسر الأولاني حيختار ما بين I0 و I1 والمالتيبلكسر الثاني حيختار ما بين I2 و I3 وبعدين حنستخدم مالتيبلكسر آخر يختار ما بين المالتيبلكسر الأول نتيجة المالتيبلكسر الأول so ممكن نسويها Y0 ونتيجة المالتيبلكسر الثاني Y1 برضو هذا it is 2 by 1 max
So we can do it this way. طبعا select lines كم عنده select lines؟ يحتاج 2 select lines. S1 و S0. وزي ما قلنا انه الملتيبلكسر اللي حيختار ما بين الاذر ملتيبلكسرز لازم ندخل له كل واحد فيهم عنده طبعا select line 2 by 1 كل واحد فيهم عنده select line. بالنسبة للملتيبلكسر اللي اختار من بين الاذر ملتيبلكسرز حندخل له الموست سيجنيفيكانت الموست سيجنيفيكانت بت. والملتيبلكسرز الصغار هذا حندخل لهم الليست سيجنيفيكانت بت S0. الزيرو هو اللي اختار ما بين الخيارين في كل ملتيبلكس صغير. So هذه شفناها قبل يعني how to use small multiplexes to build a big multiplexer. وشوفنا طريقة أخرى أيضا باستخدام ال enable. لو يكون عندك enable هذه بطريقة بيكون عندك enable لما يكون multiplexes فيها enable. تستخدم ديكودر عشان تلعب عليه. لكن الطريقة الأولى اللي هي من غير enable لما يكون عندك multiplexes من غير enable. ففي الحالة هذه you do it this way. كلهم multiplexes. فكل multiplexer أو الخيارات كلها اللي عندي أقسمها إلى مجموعات. في الحالة هذه بقسمها إلى مجموعتين. لأنه يعني كل ملتيبلكسر ما جيت في السوق إلا ملتيبلكسر 2 by 1 كل واحد فيهم حيختار ما بين اثنين خيارات. فإذا نحتاج اثنين وقسم الانبوتس اللي هم أربعة إلى مجموعتين مجموعة I0 I1 مجموعة I2 I3. الملتيبلكسر هذا حيخليني أختار ما بين هذا من اثنين والملتيبلكسر هذا حيخليني أختار ما بين هذا من اثنين. بعدين أنا أختار ما بينهم هم الاثنين وطلع نتيجة واحدة. في النهاية Y حتكون أحد الخيارات هذه من I0 إلى I3. Okay, so بما أنه we can use this multiplexer, we can implement it بالدائرة هذه. And now we can use this circuit. To implement this model, this idea. And هذا multiplexer. This is a 2-by-1 multiplexer. I'll use 3 of it. So, and then ends I is input خيار الأول, input I0. هذا الخيار الثاني حيكون هنا, I1. وهذا حيختار ما بين I2 و I3. بعدين الخيار حق هذا هو اللي حيدخل هنا. والنتيجة حق هذا حيدخل هنا وهذا النتيجة النهائية. وطبعا زي ما قلنا هذا حدخل لهم ال S0 ك select line بينما هذا حدخل له S1. Okay. So this is basically عبارة عن a 4 by 1 multiplex. أربع خيارات, two select lines, output Y. أو بدل ما استخدم هذا tri-state buffers استخدم الimplementation حق باستخدام AND gates زي كذا اللي هي فيها حتكون فيها كم؟ هنا حيكون two AND gates بعدين مربوطين في OR. صورة تعبانة مرة. OR AND gate و AND gate ثانية. هذا اللي هي كل ملتيبلكسر فيه حيكون فيه 2 AND gates و OR. طبعا حدخل الخيار الأول هنا والخيار الثاني هنا وبعدين select line اللي هو S0 هذا. هذا حيدخل مرة بالنط هنا
مرة من النوت. فهذا التنفيذ بين AND gates و OR gates. هنا تنفيذ كل 2 by 1 multiplexer باستخدام tri-state buffers. واضح؟ يعني يا دكتور كلمة تبخر يطلع لي I0 أو I1. بالضبط. وهذا حيخلي هيطلع يا I2 يا I3. بعدين المالتيبلكسر الثاني اللي فوقهم حيختار واحدة منهم. ففي النهاية الواي حتكون أحد الخيارات الأربعة ولا؟ واضح يعني منطقية نو؟ نعم منطقية العملية. بس دائما الفكرة هذه حق الموست سيجنيفيكانت دائما يعني تذكروها هذه. المالتيبلكسر اللي يختار ما بين الأذر مالتيبلكسرز الأصغر منه ياخذ الموست سيجنيفيكانت بت دائما ياخذ يعني ياخذ S2 أكبر وحدة اللي موست سيجنيفيكانت هذه يسموها الموست سيجنيفيكانت بت MSB. اللي سيجنيفيكانت بت هذه اللي هي S0 تروح للمالتيبلكسرز اللي هم يختاروا ما بين المجموعة في وسط المجموعة. خلاص this is important concept. اوكي سو هذا اذا لما نشوف تصميم هذا نعرف انه هو هذا مالتيبلكسر ترى فيها اربع خيارات I0 I1 I2 I3 وفيه تو سيلكت لاينز S0 S1 هذا مالتيبلكسر. يعني اول ما نشوفه نتذكره الحين. لكن لاحظ ايضا هذا التنفيذ هذا احسن من هذا بكثير. ليش؟ لانه كم الجيت انبوت حقه كم الجيت انبوت كوست. نجمع نبدا واحد هنا في عندي مدخلين لكل جيت هذا 1 2 1 2 1 2 1 2 كم هذا يطلعوا 8 صح؟ صحيح صح 8 زيد هنا 4 1 2 1 2 8 و4 كم 12 زيد هذا النوت جيت فيه مدخل وهذا فيه نوت مدخل كم طلع فيه الكوست 14 شوف هذا الحين كم يكلف اللي هو التصميم الاصلي ابدا احسب 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا 8 وهنا برضه 8 1 2 3 4 5 6 7 8 16 توتال 16 هذا فيها 4 16 و 4 20 وهذا من 2 22 سو اي واحد احسن اكيد الاول ب 14 ابسولوتلي هذا دائما شفت الترايس هذا شفت الترايس ستيت بافر ايش الفائده حقه مفيد جدا جدا فعلا ممكن تنفذ به دوائر يكون التكلفه حقتها اقل بكثير. طيب اللاست كومبوننت ابوت مالتيبلكسز وي جونا ليرن انه هو كيف ننفذ فانكشنز باستخدام مالتيبلكسز. تقول لي كيف؟ ايوه زي ما تعلمنا في الديكودرز يو كان امبلمنت ا فانكشن لما تعطيك فانكشن نفذها بالديكودر يو كان اولسو امبلمنت ا فانكشن باستخدام مالتيبلكسز. So this same function هذه اللي هي كانت the same function نفذناها بالديكودر تذكروا قلنا f تساوي the sum of the min terms 0 1 2 3 4 5 6 ولا yeah. فقلنا ناخذ ال 1 وال 2 وال 6 ونسويهم sum نفس الفانكشن هذه لو كتبناها كبوين الجبرا حتطلع A B C
من ترم الأولاني هو 001 يعني بار بار 1. من ترم الثاني هو 010 يعني بار بار. أخيرا 110 يعني ABC بار. So actually if you think about it, أنا ممكن أحطها in this format. So هذه بار بار من ترم أولاني بار 1 من ترم 1 not بار بار من ترم 2 not بار من ترم 3. So actually if you look at it they, we can make them look alike. How? لو نخلي ال A S1 هي A وال S0 هي B فهذا حقيقة وكأنه S1 بار S0 بار معها C. معنا ممكن نقول ال I0 يكون هو C. هنا هذا يشبه إيش؟ يشبه الجزء هذا. وال I1 حيكون C بار. هنا يشبه الجزء هذا. إذا ممكن أدف هذا شوية قدام. ها معناته I can actually use a multiplexer four by one multiplexer. وفيها أربع خيارات I0 I1 I2 I3. طيب تعبت أنا من رسم هذا والله أقسم بالله والله يدي تعبت والله الحين يدي فيها ألم. Oh my God 4 by 1 max 4 by 1 max. شو رأيكم في الصورة الحلوة هذه؟ جميلة جميلة؟ أنتم أجمل والله. الله يسلمك. في هذه أجمل برضو. ايش اقعد ارسم فيها بشكل قبيح؟ ها اسوي كده سو هذه الاربع خيارات I0 وبعض الاحيان تلقاهم يكتبون كده يعني هذا خيار 00 هذا خيار 01 لما تكون السلكت لاينز S1 S0 تكون 00 01 10 or 11. Okay. What are the corresponding choices? So apparently, what I can do, ممكن أخلي A will B أدخلها مكان. ولو أنا عندي A هنا, B هنا, C, فأجيب A أدخله هنا مكان S0. واجيب البي وادخله هنا مكان الاس و اس عفوا اس 1 وبي مكان اس 0 وشوفوا مكان الاي 0 ادخل سي مكان الاي 1 ادخل سي بار وبرضه مكان الاي 3 ادخل سي بار
بقت المشكلة بس هذه ما هي موجودة هنا. المشكلة حتطلع لي اللي لو دخلت كده حتطلع في الأخير الإكويشن هذه F حتطلع أوكي حتطلع بالضبط like this. حتطلع S1 bar S0 bar اللي هي A bar B bar لأنه دخلت أنا في مكان الـ S1 A في مكان الـ S0 B فحتطلع A bar B bar ومكان الـ I0 أنا دخلت C فحتطلع A bar B bar C فحتطلع لي نفس الإكويشن هذه A bar B bar C plus حتطلع لي الترم الثاني لأنه دخلت أنا A B ودخلت C bar مكان الـ I1 فحتطلع لي كده فحتطلع لي الإكويشن اللي أنا أبغاها قوية. المشكلة حتطلع لي برضو هنا في الخيار الـ I2 حتطلع لي A B bar مع I2 هذه ما هي موجودة هنا الـ A B bar ما هي موجودة في الإكويشن الأصلية حتكون مع I2 ما هي موجودة في الأصلية في الـ خلاص صفر طيب أحسنت ما شاء الله واو ما شاء الله أحس إنه كده في لمبة ولعت فوق مخك يا مين معي عبد المجيد عبد أحسنت عبد المجيد yes so هذه هي التريك ندخل أم الصفر هنا فايش حيصير فحتصير هذه صفر معناته هذا حيختفي فبالتالي هذا ما حيطلع في الإكويشن F وهذا اللي نبغاه إحنا ما نبغى هذا الترم لأنه مش موجود أصلا والترم الأخير AB من ترم الأخير لما AB الخيار AB مع مين مع I3 وش دخلنا في I3 C bar فخلاص we can use a multiplexer to implement any function أعطيني truth table أقدر أنفذها لك باستخدام multiplexer أختار two of them by the way مش لازم تختار A and B كselect lines أنا ممكن أوريكم I prove it to you ممكن تختار B and C كselect lines أو ممكن تختار A and C أي two of them تختارهم select lines وبعدين تقدر تطلع ايش المدخلات في الـ inputs i0 i1 i2 i3 not only that هذا باستخدام multiplexer اللي هو 4 by 2 in fact you can we can use a 3 by 8 decoder 3 by 8 decoder multiplexer عفوا مش 3 by 8 8 by 1 multiplexer so 8 by 1 multiplexer So we can use an 8 by 1 multiplexer. ليش؟ لأنه if you look at this function also. Hey, by the way, what's the equation of the again 8 by 1 multiplexer? Equation حقتها f تساوي ايش؟ من term 0 مضروب في I0 plus من term 1 مضروب في I1 plus بلا 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 إلى آخر من term وش هو من term 7 مضروب في input 7 okay. دائما نفس الإكويجن طبعا كل من term هنا حيكون مكون من 3 select lines عندك S2 S1 S0 فمثلا من ترم 0 حيكون S1 bar S2 bar S1 bar S0 bar من ترم 7 حيكون S2 and S1 and S0 well إذا استخدمنا 8 by 1 multiplexer ايش نسوي؟ ممكن ندخل كل الـ variables هذا A, B, C ثلاثتهم ندخلهم هنا اوكي وعشان نخلي الاف تطلع like this exactly
سو هذا من ترم ايش قلنا؟ من ترم 1. فنخلي من ترم 1 ما دام عندنا من ترم 1 نبغاه من ترم 1. فنخلي من ترم 1 نضرب معاه ايش؟ 1 عشان يقعد. لكن لاحظ من ترم 0 ما هو موجود، من ترم 0 ما هو موجود. فنضرب معاها ايش؟ صفر. اوكي، فمن ترم اللي نبغاه نضرب معاه واحد، اللي ما نبغاه مثلا 2 نبغى 2، هذا من ترم 2 فنبغاه فنضرب معاه واحد. من ترم 3 و 4 مش موجودين، سو من ترم 3 حيكون معاه صفر، من ترم 4 and 0، من ترم 5 and 0، من ترم 6 نبغاه and 1، واخيرا من ترم 7 and 0. اوكي، سو اف وان امبلمنت اف باستخدام مالتيبلكسر هذا، وعشان نطلع المنترمز اللي نبغاها من ترم 1 و 2 من ترم 6، سو المنترمز اللي هم نبغاهم نضربهم في 1، اللي ما نبغاهم نضربهم في 0. يعني الانبوتس، يعني معناته هذا الانبوتس، هذا الانبوت 0، شوف عفوا سو الانبوت 0 هو 0، الانبوت 1 هو 1، الانبوت 2 هو 1، وهكذا انبوت 7 هو 0. فاذا المدخلات حتكون 0 ما نبغاه 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 ما نبغاه ما نبغاه ما نبغاه نبغاه نبغاه. طيب قارن هذا الانبوت مع الاف، ايش تلاحظون؟ نفسها. احسنت، ملاحظه جيده. يس، وهذه صحيحه دائما. سو عشان تنفذ اي فانكشن اف من التروث تيبل بمالتيبلكسر، ما في ما اسهل منها في الدنيا. It is so easy. All you have to do is كم عندك أنت هنا F؟ كم طول التروث تيبل؟ 8، اللي هي 2 to the power of 3. فجيب مالتيبلكسر طوله 8 by 1، نفس الطول التروث تيبل 8، جيب 8 by 1. إذا 4 جيب 4 by 1، إذا 16 جيب 16 by 1، وتأخذ نفس أم الفانكشن اللي قدامك اللي تشوفها هنا وتدخلها كمدخلات، والفاريبلز اللي هم الانبوتس تدخلهم كسيلكت لاينز. That's it. تأخذ من work. That's it. That's all you have to do. هاي we proved it here. أنا عملنا لك وأوريتكم الـproof حقتها. بس عمليا خلاص الحين نحفظها كيف التنفيذ. It is so easy. تأخذ truth table، تسوي multiplexer بنفس الطول، وتجيب الانبوت تدخلهم هنا زي ما هم بنفس الترتيب، وتأخذ الانبوتس ABC وتدخلهم كسلكت لاينز. That's it. Done. وتطلع لي معادلة الجبريك فورم. Exactly. فالاف تطلع exactly اللي تبغاها هذه. الاف حقة الملتيبلكسر هذه تطلع ايش؟ تطلع sum of the midterms اللي هي الموجودين 1 2 و 3. midterms بايش؟ بالABCs، بالselect lines. يعني الاكويجن هذه. اوكي؟ A bar B bar C 1 و 2 و 6 دكتور. ها؟ 1 و 2 و 6. اوكي، تطلع نفس الايكويشن. لو سويت كده تطلع الايكويشن اللي انت تبغاها F. واضح؟ لكن شفنا ايضا انه مش بالضرورة دائما نستخدم ملتيبلكسر نفس الحجم حق التروث تيبل كبير. شفنا الحين لسه شايفين مع بعض انه I can also implement ملتيبلكسر اصغر. يعني التروث تيبل كم طوله هنا؟ 8. لكن ما مش فممكن استخدم ملتيبلكسر 8 في 1. لكن ايضا ممكن استخدم مالتيبلكسر. شوف هنا استخدمت مالتيبلكسر 4 by 1، I can use مالتيبلكسر 4 by 1 also we can. لكن في الحالة هذه شو يصير عندك بالنسبة للسلكت لاينز؟ عندك 3 خيارات. So F، هذه الF حقتي، and you can implement it بالمالتيبلكسر هذا. So هذه أحد الطرق. إذا استخدمت A B C، استخدمت A and B ك select lines. لكن نقدر ننفذ أيضا ننفذها بطريقتين آخرين. ليش؟ لأنه select lines عند 3 خيارات، يا أخليهم A and B، أو ممكن أخليهم إيش؟ B C
أو ممكن أختار AC. فعندي ثلاث خيارات، عندي خيار أول اثنين، ما عندي حل واحد، عندي ثلاث حلول على حسب إيش السيلك لانز اللي اختاره. إذا اخترت AMB يطلع كده. طب إذا اخترت BNC، في طريقتين عشان تعرف الانبوتس. عفوا، نفس اللي تقول دكتور، بس يعني بدل نشيل السي ونحط اي، يعني اي بس ما بس كيف ايش بالضبط؟ ما صحيح كلامك، صحيح كلامك صحيح. هنا حيكون اي، يا حيكون ما ادري اي بار اي، لكن مش بالضروره حتقول اوكي بدخل هنا اي زي ما دخلت سي هنا، أكيد. بدخل اي وهنا بس اكزاكتلي ما هي بالضبط، وهنا سي بار وهنا صفر وهنا سي، عفوا هنا اي بار وهنا زيرو وهنا اي بار، غلط، هذا غلط. نو يعني اتس نوت نوت نيسيسيرلي نو يس. كلامك صحيح من ناحيه انه حتكون هنا خليط ما بين صفر وواحد واي واي بار، مدخلات هنا حتكون خليط من هذا، بس كم ايش بالضبط لازم نشوف التروث تيبل. هنا كيف عرفنا اللي هي، انا وريتها لكم بالبوين الجبرا، قلت لكم انه اوكي مع المين تيرم اي بار بي بار معها سي. شوف ليش دخلنا سي هنا، لانه هذا اي بار بي بار، هذا من تيرم اي بار بي اللي هو من تيرم ايش 0 1 دخلنا معاه سي بار، هنا من تيرم اي بي بار مش موجود، ايش معناته مش موجود؟ معناته دخلنا معاه صفر، حطينا صفر هنا، وهنا من تيرم اي بي اللي هو اخر من تيرم معاه سي بار، فدخلنا سي بار. فيو كان دو بالبولين الجبرا. فمثلا اف يو وان تو دو ذس وان بالبولين الجبرا، لازم ايش نخلي بي سي هم المين تيرمز، فنعيد ترتيب ال اف هنا. كيف نعيد ترتيبها؟ نخلي اول شيء بي سي، فهنا تصير بي بار سي اند اي، هذه الاولانيه اند اي بار عفوا اولانيه. الثانيه نحط بي سي بار اند اي بار. very good. والثالثه نحط بي سي بار اند اي. ناو اذا هذا من تيرم ايش؟ هذا من تيرم 0 1 اللي هو من تيرم 1، هذا من تيرم برضه 0 1 عفوا لا من تيرم 1 0 يعني من تيرم 2، وهذا ايش 0 1 برضه من تيرم 1، فلازم يروحوا مع بعض. فاذا نجيب من تيرم 1 كمان فاكتور نصير معاها يعني بي بار سي، فتصير اي بار اند اي لا بلس، ناخذ بي سي بار كمان فاكتور هنا. not even the same. مركز اموري ظهر، جعت وقت غدا، رجعتوا انتم. وين الكامل فاكتورز؟ هذا زي بعض. احاول اخذها. so this is min term 2، هذا زي بعض. بي بار سي بي سي بار يس. سو المين تيرم 1 حيقعد مكانه في لحظه، فالمين تيرم 0 مش موجود صح؟ من تيرم 0 اللي هو بي بار سي بار مش موجود، ايش معناته؟ معناته احنا نضربه في صفر بالضبط. المين تيرم 1 ها موجود بي بار سي مضروب في اي بار. المين تيرم 2 في عندي اثنين منهم، فبنجمعهم ككامن فاكتور وحيصيروا مضروبه في اي بار اور اي. اخيرا المين تيرم 3 اللي هو بي سي مش موجود، فحنضرب في الزيرو. طبعا هذا اي بار ان اور اي، ايش حيعطينا هذا؟ في قاعده تقول ايش اي بار اور بي ايش تعطي؟ 1 1 يس 1 اوكي. فذاتس ات، هذا هم المدخلات. اذا اي 0 حيكون 0، اي 1 حيكون اي بار، اي 2 حيكون 1، واخيرا اي 3 حيكون 0. فاذا نجي هنا حندخل، قلنا اي 0 حيكون 0، هذا حيكون اي بار
وهذا حيكون I2 حيكون 1 و I3 حيكون 0. أوكي فلاحظ أنه not the same. نعم no. لكن صحيح هو خليط ما بين 0 و 1 و A و A bar. ما حيكون هنا لا B ولا C. هتكون يا 0 يا 1 يا A يا A bar. هذا طريقة البوليان الجبرة. في طريقة الكارنوماب يعني هنا مثلا ممكن نستخدم الكارنوماب. في طلبة يحبون الألجبرا، أنا أحب الألجبرا، بوين الألجبرا. في طلبة لا يحبون الكارنوماب. بالكارنوماب إيش تسوي؟ تقول أوكي بالنسبة للمين ترم اللي هو A bar B bar اللي هو الخيار الأول 0 0 إيش حيكون الأوتبوت F؟ 0 1 نفس الـ C. نفس الـ C. صرفت ليش دخلنا C؟ مساوي للـ C. كبيش؟ بالنسبة للخيار 0 1 ايش حيكون الاف لو قارنته بالسي؟ نجيش نسي سي بار. اسهل هذه عجبكم احسن؟ اسهل مره والله. خلاص صحيح. استخدموا هذه. فاذا في الخيار 1 0 اللي هي المين ترم 2 ايش هي الاف؟ صفر. صفر شوف صفر دائما صفر فندخل صفر. اخيرا في الخيار 1 1 ايش هي الاف؟ سي بار. سي بار. فهذه طريقة ثانية. خلينا ننفذها هنا. شيل ننظف هذا كل مكان. مش رأيكم؟ نظف. عندكم مشكلة؟ لا ما عندنا مشكلة. أكيد. اوكي سو المشكلة وين؟ لما يكون الترتيب هنا ABC وانت تبغى تختار BC ككمان فاكتر الخيار 0 0 حيكون مفرق. يعني شوف ال 0 0 هنا وهذا هو 0 يعني فهمت ما هم قدام بعض فشويه مزعجه شويه لكن اوكي ستيل يو كان دو ات. او ايش تسوي؟ روح سوي تروث تيبل ثاني وغير الترتيب خلي بي سي اول وبعدين خلي اي لكن لازم تعيد ترتيب الاف هنا لازم تحسبها مره ثانيه تعيد ترتيب الاف شويه معقده شويه لكن انا ما احتاج نسوي تروث تيبل هنا ممكن نفكر بالعقل شوي بس نشغل مخنا الحين اف لو انت شفت اف هنا ايش رايكم فيها؟ زيرو في الحالة هذه. زيرو هذا ايش دخلنا صفر. طب الحالة الثانية اللي هي زيرو ون اللي هي المينتوم ون بي بار سي. بي بار سي. What is F؟ تصير الـ A بار. شفتها ون زيرو لو تقارنها بالـ A عكس الـ A. That's why A بار. لو تقارنها بالـ A. شوف. The next one. المينتوم تو. ون زيرو. شوف A what is A 1 so that's why دخلنا 1 أخيرا لو نشوف الخيار اللي هو 1 1 اللي هو B B C اللي هو momentum 3 يعني what is A what is F 1 0 هذا إيش دخلنا 0 so yes it can be done بس شوية كده تركيز it can be done what about if I choose A and C so هاي A and C هذه ANC 00 وهذه ANC 00 هنا هذا من الخيار 0 اللي هو من ترم 00 ف what is F طبي. If you look at F طبي. ها B تساوي ال B طيب لو شفنا 01 what is F negation B B bar عكس ال B احسنت so B bar What about لو اخترنا 1-0؟ لا دكتور بالطبيعي ولا؟ الأزرق B01 هنا وهذه مقلوبة عكسها أوه في الأوتبوت أوكي أوكي شفت كيف يبغالك تصدع شيء شوية صراحة هنا لما في الحالة الأولانية سهلة لأنه جنب بعض عرفت؟ فايزير لكن صراحه لما تكونوا بعاد عن بعض مره يعني يو هاف تو بي كيرفول تركز امورك ركز امورك احنا نبغى نقارنها مع هذه ما شفت ما والله مشكله كيف الوان خربت نقارنها مع نقارنها مع هذه اي تمام مع هذه الصفر والواحد فمقلوبه طيب ال1 0 اي سي تكون 1 0 من ترم 2 1 0 هاي 1 0 الثانيه تصير بي فتلاحظ انه هنا 0 1 والبي 0 1 فتصير بي اخيرا في الخيار الاخير هذا 1 1
لو نشوف ان ال F صفر راح ندخل صفر خلاص. ففي طريقتين بوليان الجبرة او استخدم التروث تيبل، لكن انتبه يعني what are the select lines وتركز على select lines وتشوف الحالات اللي كلها 0 0 0 1 1 0 1 1 وتشوف ال F تسوي ايش. واضح؟ واضح. فإذا جات في الإكزام you can answer it no matter لو أقول لكم AC ولا BC ولا A ولا AB تسووها full mark بإذن الله. بإذن إن شاء الله. إن شاء يا رب يا رب أمين يا رب. في عندنا example هنا قال لك implement a circuit to do a gray to binary code. So هذا example موجود عندكم you can do it and go through it. أنا نبغى نسوي دائرة تحول من 3 gray code 3 bit input gray code هذا المدخل ABC gray code وهذا المخرج يطلع هنا binary X Y Z. So we want this circuit. هاي truth table حقتها 0 0 0. هذا الجري كود 100. كيف طلعناه؟ remember الطريقة اللي علمتها لكم. So الجري كود of 2 like this، بعدين تقلب، بعدين زيدوا أصفار، بعدين تقلب 100 11 0 1 0 0، بعدين زيدوا أصفار، فطلع هذا إنه اوكي انا سويته كده من اليمين اليسار وهم سووه من اليسار اليمين. So I'm sorry for that. So when you look at it you see 000 اول واحد 100 110 010 صح نفس الليستة صح؟ اي نفسها نفس مقلوبة. قارن هذا مش مقلوبة. ليش مقلوبة؟ نفسها هي بالضبط. تبدأ من 000 أول واحدة شوف بعدين بعدين شوف 100 نفس السيستم. هذا لو جبتها جنبها كده ها نفسها بعدين 110 010 011 111 قارن بهذه و إيه نفسها بالضبط. نفسها بالضبط. هذا جري كود. سو جري كود هذا خلاص. هذا جري كود just to check إنه هذا جري كود. حوله إلى باينري. فنحوله إلى باينري اللي هو يبدأ من ترتيب العادي نعرفه 0 0 0 0 0 1 0 1 0 لحد 1 1 1. So we want to implement this function, this circuit. So the function, the circuit عندها 3 functions. عندها function X والY والZ. فنقدر نسوي كارنو مابس. بس الحين مش حنسوي كارنو مابس. حنسوي multiplexers. حنسوي إيش؟ multiplexers. 8 by 1 multiplexes. هنستخدم 8 by 1 multiplexes هذا. هنستخدم 3 منهم. نعم. احتاج 3. 3 نعم. إذن واحدة للX. واحدة للY. واحدة للZ. وإيش قلنا طبعا تنفيذهم هندخل الـ select lines هندخل فيهم ABC 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 AB لازم الـ A تكون في الـ S2 most significant. هذا most significant بنفس الترتيب. هذا MSB يكون في الـ MSB حق okay. وبعدين ناخذ نفس ام المدخل هذا نفس على طول ونحطه هنا بس سوينا خطا. سوينا خطا هنا. الخطا اللي سويناه هذا التروث تيبل. التروث تيبل ما هو مرتب. ما هو مرتب. ما نقدر نلعب. لازم تكون التروث تيبل مرتب. ما يمشي كده. لازم التروث تيبل حق يكون مرتب. الانبوتس الانبوتس التروث تيبل هنا في التروث تيبل يكونوا مرتبين. ما تقدر تسوي كده.
حاليا ما هو مرتب عندنا، شوف ما هو مرتب. So we have to rearrange this table. لازم نعيد ترتيبه. Very important step هذه ما تنسوها. So هنا عندنا ترتيبه. شوف. عندنا ترتيبه. اي نعم. الصفر هذا اللي هو so ممكن نسويه مع بعض. يعني ممكن ناخذ هذا ونعيد ترتيبه كيف. هذا الأولاني. بعدين حنحط مين حيجي بعده؟ حيجي الأخير هذا بعده. بعدين 010 حيجي هذا. بعدين 011 اللي هو هذا. بعدين 100 بعدين 010 بعدين 110 واخيرا ال111. اوكي now I can implement. So هذا غلط. Now حط ABC وهذا مرتب الحين بالتروث تيبل صحيح. Now I can implement. فأخذ نفس الزيرو هذا نفس الاكس الفاليو حقتها ودخلهم 0 1 0 1. طب دكتور من اول ما تقدر تاخذ الزد يعني ترتيب الزد على انها الاكس. الزد هي الاكس ايش معناته؟ الجدول اللي قبل شوي قبل لا نرتبه. ايه هو اصلا 010101 حقة الاكس يوم رتبناها صارت الاكس 010101 فانا اخذ الزد على انها اكس عادي. نو نو مش تراني نو دونت. لازم ترتب لازم ترتب. الحين بعد ما رتبناها 010101 0101 اوكي كوركت. هذه الاكس. What about y? 0110 0110 done. What about z? 0110 1001 خلاص done full mark. So I implemented this circuit using three multiplexes. ما يحتاج أسوي لكارنو ماب ولا اختصارات ولا يحزنون. I just buy them. طبعا هنا التكلفة حتكون أعلى لو سويت اختصار أفضل. لو سويت اختصارات ممكن تكون أفضل الدائرة. لكن هنا سهلت على نفسي ما تعبت ورحت جبت chips جاهزة من السوق مالتي بلكسز وخلاص وشبكتهم ومشيت حالي. واضح؟ واضح. سهلة ها؟ طيب كملوا هذا الاكزامبل. هذا في ممكن تسويه بمالتي بلكسز 8 by 1 وممكن أيضا تسويه بمالتي بلكسز صغار. هنا يوريك كيف تسويها بمالتيبلكسز 4x1. في خطأ هنا لا حول ولا قوة. هذا 4x1. بعدين في الأخير في عندك terms of use. All or portions of this material copyright 2016 by Pearson. Permission is given. نعم؟ مش المشكلة. ما في شيء.